بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التركيب العام للخلية الحقيقية. جميع الخلايا الجسم باختلاف أنواعها تتكون من 3 مكونات. أولا أو رقم 1، تتكون من النواة. رقم 2، تتكون أيضا من السيتوبلازما. رقم 3، أيضا تتكون من القشاء النووي. هذا التقسيم للخلايا طبعا موجودة في كل الخلايا الحقيقية إلى أجزاء مستقلة، طبعا يؤدي لزيادة كفاءتها إذا كانت متوفرة هذه الأشياء الثلاثة. ومركز التحكم في الخلية هو النواة. النواة هو المركز اللي يتحكم داخل الخلية في كل شيء، لأنها موجودة داخل الكروموسومات، والكروموسومات داخلها موجودة السلسلة الجينية والمعلومات الوراثية. طبعا حيث تحتوي كل المعلومات الوراثية داخل النواة التي تنظم تركيب وظائف الخلية. والنواة هي أحد العضيات الخلية الداخلية الدقيقة، يعني موجودة داخل الخلايا، حيث تقوم النواة وعديد من العضيات الجانبية الخلوية الأخرى بوظائف محددة. أيضا راح نتكلم عن السيتوبلازما. السيتوبلازما هو جزء المحصور أو الذي يقع بين النواة أو القشاء الخلية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتطرق إلى دروس قادمة أكثر في هذا المجال.